ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد أمين قموريا الباحث السياسي. مرحبا بك سيد قموريا معنا في هذا النقاش. ما زلنا نناقش أسباب وتداعيات إعلان حكومة حسان دياب الاستقالة. كيف تقرأ توقيت هذه الاستقالة؟ الشارع اللبناني وبعض الدوائر السياسية كان يطالب بل يتوقع أن تقدم هذه الحكومة استقالتها يعني ثاني يوم بعد انفجار بيروت المروع. تأتي هذه الاستقالة الآن، هل من دلالة ما فيما يتعلق بالتوقيت؟ هل خضعت لضغوط أجبرتها على الاستقالة أو ربما أجبرتها على المماطلة في الاستقالة؟ لا طبعا كان متوقع أن تكون الاستقالة في اليوم التالي للانفجار الكارثة، لكن ثمة أفرقاء سياسيين كانوا لا يزالون يتمسكون بها لأن ليس لديهم بديل عنها في اللحظة الحالية، وبالتالي هناك صعوبة بتشكيل حكومة أخرى. لكن على ما يبدو أيضا أن بعض رعاتها أيضا فضلوا تحميلها الثمن أن تكون هي كفش الفداء، فلذلك رغم استقالات الوزراء الواحدة والأخرى كان يمكن سد هذا الفراغ بتعيينات جديدة، إلا أن هذه القوى السياسية نفسها ارتأت أن تتحمل أن تكون هذه الحكومة هي كبش الفداء وبالتالي تحميلها المسؤولية، علما أن الذي يتحمل المسؤولية الفعلية عن كل ما جرى هم أنفسهم الجهات التي طلبت أو دفعت هذه الحكومة للاستقالة، لأن ما فعلوه طوال 40 سنة هي الجذور الحقيقية للمشكلة التي أوصلت إلى هذا الانفجار وأوصلت البلد إلى هذه الكارثة وأوصلت البلد إلى الحالة التي هي فيها. فتفاديا لأن يكون انهيار الطبقة السياسية كان التخلص من هذه الحكومة. يعني تحدثت حضرتك عن غياب بديل واضح، هو ربما ما دفع هذه الحكومة يعني أن تؤجل استقالتها. الآن هل أصبح هذا البديل واضحا من وجهة نظرك؟ وما هو؟ طبعا هناك اكثر من احتمال، يعني هناك اكثر من سيناريوهات. السيناريو الاول هي ان ندخل في حال الفوضى وان نغرق فيها اكثر مما نحن غارقين فيها، بمعنى ان تبقى هذه الحكومه حكومه فطريه الاعمال، لان الخلافات السياسيه لا تزال تعصف في الوضع اللبناني ككل والانهيار الاقتصادي وما نتج عن الانفجار وهذه الفاجعه. هذا من جهه. الاحتمال الثاني هو أن نذهب إلى حكومة وحدة وطنية، لكن السؤال من هم الذين سيتولون هذه الحكومة؟ هل نعود إلى الصيغة التي كانت هي سبب وصول البلد إلى ما هو عليه؟ وإذا كان هناك محاولة لإعادة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، بأي شروط سيعود؟ هل يصل الآخر لشروطه؟ الاحتمال الثالث وهو الذهاب إلى حكومة عسكرية، حكومة طوارئ، لكن على ما يبدو ان قياده الجيش اللبناني لا تحبب مثل هذا الخيارات، وهو ايضا خيار غير محبب من قسم كبير من اللبنانيين وتحديدا من الشارع الذي نجد للمطالبه بالتغيير، فنحن نطالب بتغيير نظام طائفي بالسقوط بنظام عسكري، يعني لا اعتقد انها ستلقى ترحيبا. اما الخيار الاخير والسيناريو الاخير وهو انتظار ماذا يجري في الخارج، يعني في لبنان كلنا نعرف ان السويات تنضج على نار التسويات الدولية والاتفاقات الدولية. ماكرون يعني كان طباقا لهذا الموضوع، قدم اقتراحات لا نعرف ما هي بالدقة، لكنها يقال انه ماكرون يعني الاقرب الى تسمية سعد الحريري، لكن باي شكل وباي طريقة وهل يقبل؟ طيب حضرتك حين تقول انه سعد الحريري اذا ما وافق على تولي رئاسة الحكومة، لكن بأي شروط سيوافق طبقا لما ذكرته حضرتك؟ طيب يعني في هذه اللحظة والشارع منفجر من الغضب والاحتجاجات والاشتباكات، هل هو من سيفرض الشروط؟ هل في أي مسؤول في لبنان يحق له أن يفرض شروطا في هذا الوضع الشديد التأزم والتوتر والشارع بهذا الغضب؟ حتما الخيار الاساسي هو خيار حكومه انقاذ وطني ذات صلاحيات مطلقه من خارج كل هذه الطبقات. هذا هو الخيار الامثل، لا يوجد خيار اخر. في النهايه لكن من يقرر هذا الشيء؟ اما تقرر
من ينطق بالبرلمان، من ينطق بالسلطة الفعلية في البلد. في البلد السلطة الفعلية ليست في يد الحكومة، السلطة الفعلية هي بيد الزعماء السياسيين للطوائف السياسية في البلد، هم الذين يقررون. فإذا هؤلاء حتما لن يتخلوا عن كراسيهم، لن يتخلوا عن امتيازاتهم بسهولة رغم كل الذي حصل. فبالتالي إما أن يضغط عليهم من الخارج لفرض تسويات جديدة وعقود جديدة وصيغة جديدة للحكم، وهذا يتطلب توافق دولي. هل هذا التوافق قائم أم لا؟ يعني اللاعبون على الساحة اللبنانية كثر، وبالتالي كيف يمكن أن يتوافقون على كل شيء؟ يعني هناك الغرب اليوم، فرنسا أبرز رموزه، الولايات المتحدة تساندها إلى حد ما، لكن للولايات المتحدة أيضا أجندة خاصة. في المقابل هناك إيران، تركيا لاعب جديد، لا أحد يعرف ماذا يريد وماذا يطلب ومدى حدود لعبه. الصين ترغب في مكاسب اقتصادية، روسيا موجودة في سوريا. فبالتالي كل هؤلاء اللاعبين هل لهم مصلحة اليوم بتسوية؟ وإذا كانت هذه التسوية، هل هذه التسوية هي تقاسم للصفوف؟ أم وأين مصلحة الشعب اللبناني بهذا الموضوع؟ برأيي كل الطروحات، كل الحلول التي لا تأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب اللبناني من حيث حكومة إنقاذ من خارج السلطة السياسية، هي حلول ستكون مرفوضة من قوى التغيير الحقيقية بالبلد. طبعا لديهم أوراق قوة كثيرة، للأسف حتى الآن البديل ليس ناضجا في لبنان. يعني حضرتك تحدثت عن نقاط كثيرة مهمة صيغة. تطرح أسئلة أكثر مما تقدم من إجابات، لكن ربما لتعقيد المشهد في لبنان يعني يدفع في هذا الاتجاه. طيب الشارع اللبناني ما هو رقمه في هذه المعادلة؟ هل يمكن أن يجبر بالفعل الطبقة السياسية إلى الذهاب في اتجاه آخر وأن يفرض كلمته؟ الشارع اللبناني غاضب، الشارع اللبناني لا يقبل لم يعد يقبل بالحلول الوسط، لكن الشارع حتى هذه اللحظه لم يبلور الشارع الحراك، لم يبلور الصيغه تكون بامكانها ان تكون بديل صيغه متماسكه تنظيميه. فبالتالي باستطاعه القوى السياسيه بالتغذيه الطائفيه وبشهر سلاح المذهبيه وبالخوف والهواجس الاخرى من هذا النوع، السلاح الذي تستخدمه دائما، ان تستطيع مره اخرى ان تستخدم هذا السلاح في وضع شارع في مواجهه شارع وبالتالي اضعافه. وهناك بعض القوى السياسيه التي تقول انها اليوم بالمعارضه لكنها في الحقيقه هي تدافع عن هذا النظام وعن هذه الصيغه. اليوم يعني كان ظاهرا التوافق المطلق بين قوى في المعارضه والقوى في داخل السلطه للتخلص من كبش فداء، لانهم كلهم اشتركوا في ذبح النعجه اللبنانيه. نحن امام وضع شديد التقليد، معقد جدا، واخشى في النهايه ان تكون مره اخرى على حساب اللبنانيين الذين سيجعلوهم ياتون من الواقع ويفتشون مره اخرى عن سبيل للهجره او القبول باي حل يمكن ان يقبلوا به في ظل هذا الاستبداد، في ظل هذا يعني استنشاق اللبنانيين لم تعد هناك كلمات توصف الطريقة التي يجري التعامل فيها. يعني يبدو وكأن هناك اتجاه لإعادة تدوير الأزمات اللبنانية، تتكرر نفس الأزمة وإن كانت بسيناريوهات مختلفة، لكن طبقة سياسية واحدة هي من تتحكم، وبالتالي تسفر عن حكومة يعترض عليها الشارع في صلاحياتها وطريقة ممارستها وإدارتها للأمور، لتذهب مرة أخرى للطبقة السياسية تفرز نفس الحكومة ولو بأسماء مختلفة. صحيح، وكأنهم يعني سيغرون بعض الناس بعض السعادات التي لا قيمة لها، لكن سيصدرون مرة أخرى قرارهم وقيادتهم. البعض يشير إلى يعني على اللبنانيين ليس إعادة ترتيب البيت الداخلي بل نسف البيت الداخلي وإنشاء بيت جديد، مؤتمر تأسيسي جديد، دستور جديد، طريقة حكم جديدة تؤسس لمعادلة مختلفة يعني للحكم، تقدم طبقة سياسية مختلفة وطريقة حكم الأمور بشكل مختلف. هل تتفق مع أهمية مع نجاعة هذا الطرح، وهل هو ممكن أصلاً؟ يستشف من كلام ماكرون ان هناك طرح لعقد جديد،
وأن المشكلة الحقيقية هي في الطبقة السياسية نفسها. يعني بمعنى أنه يريد تحط، يريد تغيير شكل النظام، يريد تغيير سلوك النظام بفرض إصلاحات. طبعا هذا التغيير أنا برأيي من شأنه أن يدفع إلى تغيير هذه الطبقة السياسية، لكن السؤال هل المطلوب هو تغيير الشكل أم تغيير المضمون؟ هل أحد تكلم فعلا عن الانتقال من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية؟ وباعتقادي هذا هو لب الموضوع، هذا هو أصل المشكلة، هذا جوهرها. الجوهر هو النظام الطائفي. كل الصيغ، كل ما يطرح حتى الآن يشير إلى تجديد هذا النظام بحد ذاته. نعم. بوجوه جديدة، بأشكال جديدة، بصيغ جديدة، لكن الجوهر هو الطائفية التي تجعل من لبنان ساحة أو بيت مشرع الأبواب يستطيع أيا كان في الداخل أن يلعب به كيفما يشاء، وأن يصدر القرار المستقل والسيادة. طبعا نحن نتحدث عن بلد صغير، في النهاية إمكانيات هذا البلد صغيرة، وكلنا نعرف أن صراع القوى الكبرى ولعبة الأمم أقوى بكثير من رغبات في بعض الأحيان شعوب صغيرة. شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة. أستاذ أمين قموريه الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.